مو عبد الرحمن، عبد الرحمن فتحي. حضرتك شايفه ان حق عبد الرحمن رجع ولا لسه؟ لسه ابني الدخليه اللي قتل الباب الامن اللي واقفين على الباب. احنا لما دخلنا دلوقتي مش في امن برا؟ فكانوا فين؟ كانوا فين؟ دخلت اللي يضرب العيال جوه ازاي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. هو ده اما اشوف حق ابني جه لغايه دلوقتي حقه ما جاش، بس هو ربنا جاب لهم حقهم في الاول وفي الاخير، وربنا اللي هيجيب. حسبي الله ونعم الوكيل، ان شاء الله هقول حاجه غير كده، وعمرنا ما هنسيب حقهم لحد ما نموت، بس نعرف مين اللي وراه. هي ده اللي نفسي نعرفه، مين ورا حادثه عيالنا؟ مين اللي دفع؟ ومين اللي خطط؟ ومين اللي ضبط؟ مش بس اللي مسجونين دول، المسجونين دول الاداه اللي موتت العيال، بس مين ده الاداه دي؟ دي اللي نفسنا نعرفها، وهنعرفها عاجلا او اجلا ان شاء الله. اقول حقي هاخده، لو الحكومه هياخدها وما خدوهمش هاخدها بايدينا احنا الامهات. شفت عاملين زي القطط، مش هنسيب حقهم حتى ولا العيال اللي فوق دول بتوع الارض. اصبرت، لو ما خدوش حق عيالنا هناخد حقهم ان شاء الله ان شاء الله.